السلام عليكم، كيفكم؟ شو أخباركم؟ معكم قناة كروشيه فن كروشيه أرت، أعمل تعلم بشغف. حلقة اليوم غرزة كتير محببة وكتير حلوة، وهي من الغرز اللي بتبين بارزة بالقطع. غرزة اليوم اسمها غرزة حراشة في السمكة. هي غرز مركبة تتكون من ذات اللفة وسلاسل. مثل ما كن شايفين هي بتشبه الصدفة، بس الصدفة عامودين، سلسلة عامودين، أما هاي هي عبارة عن عامود سلسلة عامود، وبدنا نشتغل على قلب هذا العامود. إلى منتجات كتير مثل ما لكم شايفين، تستخدم لقبعات أو لشناتي أو محفظة، وتستخدم كمان للقلاشين البيبي، بيطلع شكلها كتير حلو. وإن شاء الله الحلقة الجاية حتكون قلشين بغرزة حراشة في السمكة. لذلك لا تنسوا الاشتراك والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا تجيبوا أصدقائكم للاستفادة من هذا الكورس. كالعادة حنبلش بعقدة عقدة البداية وسلاسل. هلا أنا عم بشتغل سلاسل على التعيين لتعليم الغرزة فقط، ومثل ما قلنا بإذن الله الحلقة الجاية حتكون قلشين ومونتاج كامل. حنبلش بالقلشين من البداية إلى النهاية. هلا الغرزة هي عبارة عن ذات اللفة، يعني ارتفاعها بده يكون 3 سلاسل. هي 1 2 3 سلاسل. بعد منها هاخد عمود واشتغل بالسلسلة نفسها. الارتفاع عمود وهذا العمود الثاني بنفس السلسلة. هاخد سلسلة، هاترك سلسلتين تحت واشتغل بالثالثة عمود عادي. هذا يعني بيتسمى تقريبا مثل دور تفريغ. هذا الدور تفريغ، الدور الجاي هاشتغل عليه الحراشة. بعد العمود سلسال، هاترك 2 تحت، وبالثالثة هاشتغل 2 ذات اللفة بعمود واحد. يعني هلا شلون صار الشغل؟ دقيقة، شلون صار الشغل؟ 2 ذات اللفة بسلسال، سلسال من فوق هاترك 2 من تحت، عمود واحد، ارجع سلسال من فوق 2 من تحت، عمودين. وعلى هذا الأساس حنضل عم نشتغل، سلسال بين العمودين والعمود، ومن تحت أنا عم بترك 2، هاي سلسال هاترك 2، 1 2، هاشتغل بالثالثة عمود واحد، برجع سلسال، هاشتغل عمودين بس بعد سلسلتين، هلا سلسال هاترك 2 اشتغل عمود، مثل ما لكم شايفين 2 1 2 1، سلسلة سلسلة من فوق وتنتين تنتين من تحت. هلأ اشتغلت 1، هاي سلسلة، هلأ 2 بعد 2، بعد سلسلتين هاشتغل عمودين. سلسال بعد 2 وحدة ذات اللفة، شغلنا كله ذات اللفة، العمود الكامل سلسلة، بعد 2 هاشتغل 2، هاي واحدة وهاي 2. هلأ أنا ما رح أشتغل بالدور الثاني، مثل ما قلت هي الرسمة بنفس الدور هاشتغل مرتين، هذا اسمه دور تفريغ. هلأ بدي أعبيه بحراشة في السمكة، شلون؟ هدور الشغل. هاشتغل أنا هلأ على العمودين اللي أنا مشتغلتهم. شلون يعني؟ هاشتغل عواميد عادية بقلب العمودين اللي اشتغلتهم، وحسكرها بالعمود. شوفوا شلون؟ هي ذات اللفة، عم بشتغل أنا مو فوق، ما طلعت لفوق، أنا عم بشتغل على العمود الأخير اللي ساويته. هي 1، هاشتغل 5 مرات، 5 عواميد. هي 2، هي 3، هذا خيط البداية، هاي الثالثة، هاي الرابعة، وهاي
الخامسة هأترك سلسال للبوزة، بوزة الحرشفة، وهأشتغل بالعمود الثاني يلي معه. هاي واحد، كمان خمسة، خمس عواميد، هاي اثنين، هاي الثالث، وهاي الرابع، وهاي الخامس. شايفين؟ تكونت معي أول حرشفة. هلأ وين حسكرها؟ حسكرها بالعمود المفرد. وأنا كنت عم اشتغل اثنين واحد، هلأ بسكرها بمنزلقة. سكرتها بمنزلقة. هلأ هاشتغل ذات اللفة عادي على العمودين اللي اشتغلتهم بسلسلة واحدة. هاي واحد، كمان خمسة، العدد واحد خمسة. أنا وأدي عبي عم عبي بخمس عواميد. هاي ثلاثة، هاي الرابعة، وهاي الخامسة. سلسلة، قبل ما انتقل على العمود الثاني رح أعمل سلسلة، برجع بساوي خمس عواميد بالسلسلة بالعمود الثاني. هاي ثلاثة، هاي أربعة، هاي خمسة، وبسكر بمنزلقة بالعمود المفرد. منزلقة بس بفوت باخد خيط وبقفلها. مثل ما لكم شايفين هاي تكونت معي حرشفتي. شايفين شلون هي بارزة؟ هي من الغراز البارزة. حنكمل. عملت أنا هون قفلتها بالعمود، شايفين؟ هي من ورق وأنا عم بشتغل فيها، هاي الأمام. هلا بالعمودين حعبيها خمس عواميد. ولا تنسوا الاشتراك والضغط على زر الجرس وتكملوا الفيديو للآخر مشان تعرفوا الدور الثاني شلون بدي اشتغل فوق. ولا أسهل من هيك طريقة ولا أحلى من هيك غرزة. هلا أنا عملت سلسلة وبلشت بالعمود الثاني. هاي الرابعة، وهي خامس عمود. حسكرها بالعمود المفرد بمنزلقة. هاخد خيط واطلع منه. شايفين؟ هلا ضل عندي تنتين، هون عندي لسه واحدة، وهون تقفل وهون التانية. هي الخامسة سلسال وانتقل للتاني. أنا وقتي اشتغل مشان ما اتلبك بطوية لتحت، مشان ضل عم بستحكم عم بشتغل على العمود، ما تضايقني كمالة القطعة. إذا كنت عم بشتغل قطعة طويلة، هلا أنا عم بشتغل معكم عينة، إذا كانت القطعة طويلة مشان ما اتلبك بطوية الخلفية تبعية الغرزة لورا، وبضل عم بشتغل على العمود بكل رياحة، ما في شي يلبكني. هلأ منزلقة. هلأ ذات اللفة بآخر عمود. ليك أنا هذا الارتفاع اللي طلعته بالبداية والعمود. هاي أربعة، هاي خمسة، سلسلة
هلا راح اعبي الارتفاع. هلا بعد ما خلصت الدور الاول هانتقل للدور الثاني، حفوت بنصف الحرشفة اللي انا سويتها بمنزلقة وسكرت الدور هيك. هانتقل للدور الثاني، هلا هاشتغل بشكل عكسي. شلون يعني؟ يعني انا ممكن تنساوي عمودين، عمود بالنص عمودين، هلا هاشتغل بالعكس، فوق الحرشفة هاشتغل عمود وبنص الحرشفة هاشتغل عمودين، وبين العمود والعمود سلسلة واحدة، هاطلع ثلاثة، والسلسلة هاي اللي بين العمود والعمود هاي واحد سلسلة. هلا بدي اشتغل اثنين فوق العمود اللي اشتغلته بالدور الاول، هاي عمودين. سلسلة بقلب الحرشفة عمود، سلسلة بيناتهم اثنين، هذا دور التفريغ. بالنص عمودين وبقلب الحرشفة عمود واحد. هلا اشتغلت اثنين، هلا واحد سلسلة اثنين، ما في هون معي عقدة، سلسلة اثنين، هاي هاي اثنين. سلسلة عمود، سلسلة عمودين بالمنزلقة الأولانية، هون هاي اثنين، هاي أول واحد وهاي الثاني. هلا هقطع الخيط الزايد. هلا نفس الدور الأول رح نعبي الاثنين ونعمل منزلقة بالواحد، هنعبي العمودين ونعمل منزلقة بالواحد. وإذا بدي أتأكد إذا شغلي صح هعدل الحراشف هون معي، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس حراشف، هعدل العمودين معي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، معناتها شغلي صح وإن هيك عم بشتغل بشكل مستقيم، ما عندي لا زيادة ولا نقصان بالغرز. هعبي أول وحدة معكم عادي، ما في عندي أنا هون ارتفاع لأنه دغري عم بشتغل. أنا ما طلعت بدور تاني لأطلع ارتفاع، الارتفاع بس بين الدور والدور، هاي واحد هاي اثنين. هلا رح أقولكم على شغلة، لو طلع معي أول عمود أنا عم بشتغله صغير هذا الشيء مو غلط. ليش؟ لأنه أنا بيناتهم عم بعمل منزلقة حتمسكهم، فهون حترجع نفس الشيء، أنا حاعتبر حالي إني عاملة منزلقة وفتت بالعمودين دغري عم بشتغل فيهم، فهذا الشيء مو غلط. لو طلع معي قصير شوي مو غلط، هي لازم تكون مشدودة من هون من أولها يعني ومن آخرة. هاي ثلاثة، هاي الرابعة، هاي الخامسة، سلسلة وحدورها واشتغل الخمسة التانيات بالعمود الثاني، عفوا طلع معي الخيط، بالعمود الثاني اللي اشتغلته أنا بنفس السلسلة مثل ما لكم شايفين، ما دخل العمود الأول، هاي واحد هاي الثالثة هاي الرابعة وهاي الخامسة. هعمل بمنزلقة على عمود كل شيء خوايط زيادة عندي برجع لورا.
شايفين شلون عبينا فوق، وهي حتصير هيك تدرجات. هعبي الثانية معكم، هدور العمل واشتغل عليها دغري ذات اللفة. هاي خمسة سلسال، هدير العمل واشتغل خمسة بالعمود الثاني. ليكو شلين انا عم نزل العمل باصبعي، عم بمسكها بالاصبعتين مشان اشتغل على عمود برياحة. لو تنيتها ما رح اقصر هذا الشي على القطعة، لانه نحن بالنهاية عم نشتغل بصوف. هاي ثلاثة، هاي الرابعة، وهاي الخامسة، منزلقة بالعمود الواحد. مثل ما لكم شايفين، وبضل عم بشتغل على هذا الأساس. بتصير معي هيك قطعة مستقيمة لسكارف أو لحشة. فيني اشتغلها بشكل مدور كقبعة مثل ما قلنا، فيني كملها هيك كجزدان صغير أو شنطة. فيك توصفيها بكتير أمور. إن شاء الله تكون عجبتكم الغرزة اليوم، والشرح إن شاء الله يكون وافي لكم. لا تنسوا الاشتراك، والسلام عليكم.